بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة شادة محمد الغرابلي من قسم هندسة اتصالات والحاسوب مستوى رابع. راح أعمل presentation عن microwave heating applications and food processing. في البداية تشير موجات الميكرويف إلى موجات كهرومغناطيسية في داخل نطاق تردد من 300 ميجا هيرتز إلى 300 جيجا هيرتز. بمجرد ما يتم امتصاص الطاقة الميكرويف راح تتولد عندي جزيئات وأيونات قطبية داخل الطعام أو راح تصطدم وفقا للحقل الكهرومغناطيسي المتناوب، وبذلك حيتم توليد الحرارة للطهي. بوفر لنا فرن الميكرويف طريقة جدا مناسبة لإذابة الأطعمة وطهيها وإعادة تسخينها، ومع ذلك فإن سلامة الطعام جدا مهمة وأثارت بعض الجدل العام والاهتمام العام. برضو حكينا إنه الموجات الميكرويف عرفت على إنها موجات كهرومغناطيسية تتراوح ما بين 300 ميجا هيرتز ل 300 جيجا هيرتز، وطول الموجة من 1 مليمتر ل 1 متر، وبتم استخدامها في تسخين بتم في استخدام تسخين أفران الميكروويف في مجموعة واسعة من استخدامات الطعام زي التجفيف، الطبخ، البسترة، التعقيم، الخبز. وكمان تسخين الميكروويف له مزايا جدا كبيرة عن تسخين في الفرن التقليدي. يعني الفرن التقليدي بيولد الحرارة الغاز أو الفحم أو أي عنصر تسخين كهربائي، بتكون الحرارة خارج المادة وعن طريق الحمل الحراري، وداخل المادة بتكون عن طريق التوصيل. بالمقابل عندنا فرن الميكروويف بتم تسخين بتسخين المادة من الداخل الأول، وبتتضمن هاي العملية حدوث بتضمن هاي العملية حدوث خسائر التوصيل في الموارد ذات الخسارة الكبيرة للمماس. وفي عنا حقيقة جدا مثيرة للجدل، جدل الاهتمام، وهي إنه العديد من الأطعمة تتناقص مع زيادة درجة الحرارة. النتيجة هي إنه الطهي في الميكرويف عموما أسرع وأكثر تناسق للطعام لو بدنا نقارنه بالطهي التقليدي. وكفاءة الميكرويف لو بدي أعرفها حتكون هي نسبة الطاقة المحولة إلى الحرارة إلى الطاقة المزودة بالطاقة الموردة للفرن. وبشكل عام كفاءة الفرن الميكرويف أكثر بكثير من كفاءة الفرن التقليدي. على بعض المفاهيم الخاطئة والشائعة لتسخين الطعام بالمايكرويف انه دائما بيكون اكثر كلفه من التسخين بالتقنيات التقليديه، وهذا الاشي بالواقع بيعتمد على تكاليف التطبيق والمستخدم. ومع هيك في بعض الحالات افران المايكرويف بتصل ل 50% او اكثر كفاءه من الانظمه التقليديه، وهذا الاشي بيؤدي الى توفير كثير كبير في استهلاك الطاقه والتكلفه. مثل الدرجي المنهجية في هاي الورقة تم اعتماد المصادر النوعية للمعلومات من المكتبات تصفح عبر الانترنت بناء على التطور الناشئ في تقنيات تسخين الميكرويف في معالجة الطعام، وتم تجميع هاي الورقة من نتائج البحث المحلي والدولي في تكنولوجيا الميكرويف. Principles of microwave heating، مبادئ تسخين الميكرويف. في البداية ذكرنا إنه تفاعل ثنائي القطب بمجرد امتصاص طاقة الميكرويف راح تدور الجزيئات القطبية زي جزيئات الماء داخل الطعام وفقا للحقل الكهرومغناطيسي المتناوب. وجزء الماء أو ثنائي القطب له جزء منه بنتهي به شحنة موجبة والجزء الثاني بشحنة سالبة. هذا على عكس عمل المغناطيس، فإن هاي الثنائيات القطب راح تواجه نفسها من نفسها عندما تخضع للمجال الكهرومغناطيسي. يعني لما تخضع للمجال الكهرومغناطيسي راح تواجه ثنائيات القطب نفسها من نفسها، وهذا الإشي راح يؤدي إلى دوران جزيئات الماء وتوليد الحرارة للطهي. ومن ثم فإن تركيبة
الطعام سيؤثر على كيفية تسخينه داخل الفرن. يعني مثلا تسخين الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الرطوبة سيسخن بشكل أسرع بسبب تفاعل ثنائي القطب. يعني بقدر أنا أحكي كل ما زاد الطعام، كل ما زاد رطوبة الطعام رطوبة الطعام زاد التفاعل الأسرع لثنائي القطب. يعني الرطوبة تتناسب طرديا مع ثنائي القطب. هسه في حال عدم وجود مجال كهربائي خارجي، ثنائي القطب راح يفقد توازنه زي ما احنا شايفين في الصورة اللي عندنا، لكن عند وضعها في مجال كهربائي راح يتجه ثنائي القطب على المجال الكهربائي، نحو المجال الكهربائي. في الصورة الثانية اللي هي بتفرجينا اتجاه ثنائيات القطب لما يكون في عندي مجال كهربائي خارجي، يعني ثنائيات القطب تتأثر بوجود مجال كهربائي، وين ما بيكون موجود المجال الكهربائي هي تتجه نحوه. شكل 4 بيوضح لنا لما يكون التردد أقل بكثير من موجات الراديو في ثنائي القطب الدائم في الماء. هاي الحالة ثنائي القطب راح يتبع المجال الكهربائي على الفور، يعني لما يروح المجال الكهربائي ثنائي القطب حيكون وراه في نفس اتجاهه، وبالتالي في هاي الحالة لا يولد الماء حرارة. لكن من ناحية تانية الشكل 5 بوضح لنا كيف لما بيكون التردد أعلى بكثير من الموجات، أعلى من موجات الراديو إلى ثنائي القطب الدائم. وهاي الحالة برضه وهي الحالة المجال الكهربائي بيغير اتجاهه بسرعة كتير كبيرة، فما بيلحق ثنائي القطب إنه يتابع معه ويروح معه في نفس اتجاهه، وبرضه لا يولد الماء حرارة في هاي الحالة. يعني عنا يعني الحالتين هدول لما بيكون التردد أقل بكتير من موجات الراديو، بيكون اتجاهات المجال الكهربائي بتبعها، يعني ثنائيات القطب بتتبع اتجاه المجال الكهربائي. لكن الحالة الثانية لما بيكون أكثر بكتير من موجات الراديو اللي بتكون الاتجاه الكهربائي كثير سريع، فثنائيات القطب ما بتقدر تلحقها، يعني ما بتقدر تلحقها بسرعة، فبيكون في حالة عشوائية، وبرضو في الحالتين ما بيتم توليد حرارة في الماء. الحالة هاي زي ما هو واضح لنا في شكل 6 بيكون فيها التردد معتدل لموجة الراديو لثنائي القطب، وفي هاي الحالة ثنائي القطب الدائم بيتغير بشكل كثير قليل خلف المجال الكهربائي. بيكون عندنا هنا تأخير زمني، خلال هذا التأخير الزمني الماء بيستغل الوقت وبيمتص الطاقة من موجات الراديو وبيولد الحرارة، والتردد المعتدل بيكون اسمه المايكرويف. The basic structure of microwave heating device، الهيكل الأساسي لجهاز تسخين الميكرويف. في الشكل اللي تحت بوضح كيف هو الهيكل الأساسي لجهاز تسخين الميكرويف. عندنا فرن الميكرويف هو نظام جدا بسيط نسبيا، بتكون من طاقة عالية وموجز تغذية وتجويف فرن. المصدر بشكل عام عبارة عن انبوب ماجنترون توب، بيعمل بسرعة 2.45 جيجا هيرتز، بالرغم من انه 915 ميجا هيرتز، بس بعض الاحيان بيتم اختراق اكبر. بالعادة بيخرج طاقة من بين 500 وال 1500 واط من داخل الميكرويف. طبعا بيحتوي تجويف الفرن على جدران معدنية وهو كبير كهربائيا. هاي الجدران المعدنية بتقلل التسخين الغير متكافئ الناتج عن الموجات الدائمة في الفرن، وبتم استخدام محرك الوضع، وهو مجرد مروحة معدنية، يعني احنا بنشوفها كيف بتكون بتلف هاي علشان تعطل التوزيع الميداني داخل الفرن. لتعطيل التوزيع الميداني داخل الفرن بنستخدم طبق آلي اللي بيكون تحته بنحط عليه الأكل، وبكون تحته لوحة آلية بتتم تدوير الطعام، يعني لما بنشغل المايكرويف. خلينا نبدأ بـ The functional parts of the microwave heating device. الأجزاء الوظيفية لجهاز تسخين الميكرويف، بداية في الجنراتور الماجنترون
الماجنترون هو جهاز مبني داخل الجنريتور اللي بيعمل على الجنريتور اللي تبدأ في الميكرويف، تمام. الميكرويف الذي يتأرجح بواسطة المولد يسمى is called traveling wave أو الموجة العارضة. تعتمد نظرية تشغيل الماجنترون على حركة الإلكترون تحت تأثير المجالين الكهربائي والمغناطيسي المشتركين، اتجاه المجال الكهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب، وكمان على اتجاه الكهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب. ويمكن للماجنترون أن ينتج تذبذبات عند تردد الميكرويف بفضل التيار المستحث بالكهرباء عن طريق تحريك حزم إلكترونات. بتم تحديد هذا التردد على حسب نوع التجاويف المستخدمة في الميكرويف. وبالنهاية بنحكي إنه بنتشر الميكرويف الناتج عن الماجنترون في الدليل الموجي لينبعث من الفوهة. بنتشر عشان ينبعث من الفوهة ويطلع لبرا. الإساريتور هو جهاز يرسل موجة، ما هو جهاز يرسل ترافلينج ويف إلى برسلها إلى الأبسيليتور. هو جهاز بيرسل الترافيلينج ويف للأبسيليتور، وبعد هيك بيمتص الموجة المنعكسة عن طريق الحمل الوهمي المدمج لتجنب العودة مرة أخرى للجنريتور. الموجة المنعكسة بتحدث عن طريق دوران القرص الدوار المحرك اللي احنا حكيناه قبل شوية. هاي الموجة المنعكسة بتنتج عن طريقه، ويمكن أن يقلل الإسهريتور من تأثير انعكاس تقلب الموجة. بدون هذا التقلب تمام، يعني ممكن احنا نقلل انعكاس الموجة بدون هذا التقلب. باختصار إسهريتور functions to protect magnetron. الإسهريتور بيعمل على حماية الماجنترون. الباور مونيتور هو جهاز بيراقب انتقال الموجات المنعكسة من طاقة الميكرويف المنتشرة عبر الدليل الموجي المستطيل Rectangular Wave Guide. must be careful when يجب توخي الحذر عندما تصبح الموجة المنعكسة كبيرة، فبصير عندنا زيادة في الإيرور. لما بتكبر الموجة المنعكسة بصير عندنا زيادة في الإيرور. الويف جايد الدليل الموجي عبارة عن أنبوب معدني مجوف يستخدم لتوصيل الموجات الكهرومغناطيسية عبر الجزء الداخلي منها، ويمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال. وفي الأشكال الأكثر شيوعا الأشكال المستطيلية والدائرية. وبنتشر الميكرويف الموجة الكهرومغناطيسية بشكل خاص في تفاعل المجالات الكهربائية والمغناطيسية، ويمكن نقل الميكرويف عند استخدام أنبوب معدني مع مقطع معرضي. لكن بشكل عام معدات تسخين الميكرويف بيتم استخدام الدليل الموجي المستطيلي القياسي 2 جيجا هرتز للمقطع العرضي المستطيلي. يعني الدليل الموجي القياسي بتروح من بين ال WRJ2 لل WRJ22، وفلانج لل BRJ2 ل FUDR22. لنروح للـ EH تونر. هناك نوعين من المولفات، هما ثلاثة كعب two kinds which their standard three stub and EH، تمام. وعن طريق ضبط موالف الـ E أو الـ H يتغير مرحلة وحجم انعكاس الميكرويف في قسم الموالف، تمام. ويمكن ضبطه لضبط قيمة العرض للقدرة المنعكسة على الصفر عن طريق ضبط الموالف E أو سالب H.
وهذا لا يعني انه من خلال ضبط الموالف اي او اتش يولد نفس الحجم حجم الموجة موجة الطور العكسي لمواجهة الموجة المنعكسة، ونتيجة لذلك بتم انعكاس الموجة المنعكسة لما تكون قيمة الموجة موجة الطاقة المنعكسة صفرا على شاشة الباور مينتور، وبتم استهلاك الطاقة بعد الموالف الى داخل القضيب، وهذا يسمى بالمطابقة، هذا يسمى بالمطابقة ذا ماتشنج. آخر إشي عندنا الأداة التطبيق الأبسيلاتور، هو خزان التسخين يقوم بتسخين الجسم الموضع بالداخل عن طريق تشييع الميكرويف، تمام، اعتمادا على التطبيق. في كثير مجموعات متنوعة من الأشكال مثل نوع الدفعة ونوع الناقل ونوع الدليل الموجي وواتيفر. لكن أهم مشكلة في تصميم الميكرويف هي السلامة، يعني هذا أهم إشي إحنا بنواجهه هو السلامة، نظرا لاستخدام طاقة عالية كبيرة جدا يجب أن تكون مستويات التسريب صغيرة جدا لتجنب تعريض المستخدم لإشعاع ضار، وبالتالي يجب حماية الماجنترون ودليل التغذية وفجوة الفرن بعناية، ويتطلب باب الفرن اهتماما خاصا إلى جانب التفاوتات الميكانيكية القريبة، ويستخدم عادة ما يستخدم الوصلة حول الباب مادة امتصاص التردد اللاسلكي RF ولمدة على 4 لتقليل التسرب إلى المستوى المقبول. يعني إحنا لازم جدا نعتني بالباب، باب الميكرويف، ونستخدم عشان نعتني فيه نستخدم باب مادة امتصاص وبكون التردد اللاسلكي RF واللمدة على 4، وهذولا بيقللوا التسريب إلى مستوى مقبول. نبدأ في خصائص التسخين بالميكرويف. أول شغلة التسخين الداخلي، بتصل طاقة الميكرويف إلى الجسم المراد تسخينه بنفس سرعة الضوء، يعني بيدخل الجسم على شكل موجة من خلال امتصاصه وبيولد حرارة. الشكل اللي عندنا موجود بوضح كيف بتم آلية التسخين الميكرويف هو التسخين الداخلي. التسخين السريع يعني زي التسخين التقليدي، بترتفع درجة حرارة الجسم عن طريق نشر الطاقة الحرارية من السطح إلى الداخل، وهذا اسمه التسخين الخارجي. من ناحية تانية عن طريق تسخين الميكرويف الجسم بيولد حرارة من تلقاء نفسه عن طريق الاختراق من الميكرويف، ومش بالضرورة النظر في توصيل الحراري، وهذا بيرجع للسبب في التسخين السريع للتسخين الميكرويف السريع، يعني بالرغم من انه الجسم لازم يكون كبير علشان يخترق الميكرويف، الا انه ايضا بتم تسخين الاجسام من الاصغر من الداخل بعمق اختراق الميكرويف. كفاءة تسخين التسخين العالية، الميكرويف بيخترق الجسم بسرعة الضوء زي ما حكينا، وبصير عندنا كفاءة عالية للتسخين لأنه ما في داعي إنه أنا أنظر لفقد الحرارة من الهواء داخل التسخين. الاستجابة السريعة والتحكم في درجة الحرارة، زي ما حكينا ان الميكرويف بيخترق الجسم بسرعة الضوء، لذلك بتم الاستجابة السريعة، يعني مثلا انا بقدر ابدأ التسخين واوقفه على طول، يعني هو كله زر بضغط عليه باني ابدأ وبضغط بعدين، يعني لو ما بدي بضغط عليه انه يوقف، بلس انه من خلال ضبط خرج الميكرويف بقدر اتحكم في كمية الطاقة الحرارية المتولدة داخل الجسم المسخن. heating uniformity يولد كل جزء من الجسم المسخن حرارة، تمام، حتى بالنسبة للأجسام المعقدة اللي ذات الأشكال المعقدة بقدر أسخنها بشكل منتظم نسبيا، وحتى أحافظ على انتظام التسخين بتم استخدام محرك وقرص زوار ونقل حزم نقل الحزم لتسخين الضباب المرتبطة بطول الموجة. clean energy لا يتطلب الميكرويف بسيطا لأنه بينتشر فقط من خلال تغييرات المجال الكهربائية والمغناطيسية، وكمان بيقدر ينتشر بالفراغ،
بيصل إلى الجسم وبيخترق دون تسخين الهواء، يعني هو بس بيصل للجسم وبيسخنه، ما بيسخن الهواء، وبولد الجسم المسخن حرارة عن طريق امتصاص طاقة الميكرويف وتحويلها إلى طاقة حرارية. لذلك أنا بقدر أقول إنها طاقة نظيفة لأنها لا تسخن الهواء أثناء العملية، بس هي بتسخن الجسم. التشغيل الجيد وبيئة العمل بتطلب التسخين التقليدي مصدر للحرارة، ولا ترتفع درجة الحرارة فقط من الجسم المسخن يعني، ولكن أيضا مصدر الحرارة وفرن التسخين. لذلك ترتفع درجة حرارة الفرن التسخين المجهز بالغرفة بسبب الحرارة المشعة، يعني بترتفع درجة الحرارة، وهذه قضية تشغيل وبيئة عمل. من ناحية تانية، فإنه الميكرويف بيستخدم الكهرباء لتوليد الحرارة، وبترتفع درجة الحرارة الجسم فقط، لأنه زي ما إحنا حكينا هو ما بيسخن الهواء، بيسخن الجسم فقط وليس الفرن، يعني الفرن ما له دخل، ولا توجد حرارة مشعة. لذلك هو محافظ على البيئة وما في له ضرر على البيئة. بيولوجي افكتس اند سيفتي، بترجع المخاطر المؤكدة للتعرض على أشعة الميكرويف إلى التأثيرات الحرارية، يعني هي السبب التأثيرات الحرارية. الجسم بيمتص طاقة الترددات اللاسلكية والميكرويف بيحولها لحرارة. في حالة فرن الميكرويف بيحدث هذا التسخين داخل الجسم، وما بيتم يعني يمكن لا يتم الشعور فيها عند مستوى منخفض، وهذا التسخين هو الأكثر خطورة على الدماغ والعين والأعضاء التناسلية والمعدة، ويمكن أن يؤدي لإفراط في الإشعاع إلى إعتام عدسة العين أو العقم أو السرطان. وبالتالي كثير مهم تحديد مستويات إشعاع آمنة. وتم تقديم أحدث معايير السلامة للتعرض البشري للمجال الكهرومغناطيسي بواسطة IEEE Standard C95.1-1991. الشكل 9 هو بيحدد لنا المعيار هذا، حدوث كثافة الطاقة للتعرض البشري للترددات اللاسلكية والمجالات الكهرومغناطيسية بالموجات الدقيقة. الشكل بيوضح لنا الإشي هذا. الكثافة W على سنتيمتر تربيع كتردد، زي ما هو موضح بالشكل. الحد الأقصى لكثافة القدرة الآمنة هو 2.2 ميجا واط لكل سنتيمتر عند الطرف الأدنى من نطاق التردد، لأن الحقول تخترق الجسم بشكل أعمق عند الترددات المنخفضة. يعني كل ما كان التردد منخفض كل ما تم الاختراق بشكل أعمق. عند الترددات التي تزيد عن 15 جيجا هيرتز بيرتفع كثافة الطاقة إلى 10 ميجا واط لكل سنتيمتر تربيع. نظرا لأنه امتصاص الطاقة في مثل هذه الترددات بيحدث بالقرب من سطح الجلد، لو بدنا نقارنها بأشعة الشمس كثافة الطاقة تبلغ حوالي 100 ميجا واط لكل سنتيمتر تربيع في يوم صافي، لكن بتأثير هاي الأشعة أقل حدة وخطر بكثير من المستوى المقابل لأشعة الميكروويف ذي الترددات المنخفضة، لأن أشعة الشمس تسخن الجسم الخارجي مع الكثير من الحرارة المتولدة، يعاد امتصاصها بواسطة الهواء. لكن تسخين طاقة الميكرويف من داخل الجسم عند الترددات التي تقل عن 100 ميجا هيرتز تتفاعل المجالات الكهربائية والمغناطيسية مع الجسم بشكل مختلف عن المجالات الكهرومغناطيسية ذات التردد العالي، وبالتالي بيتم وضع حدود منفصلة لمكونات المجال عند هذه الترددات المنخفضة. بالنهاية وباختصار، تمت مناقشة التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا في تسخين الميكرويف لمعالجة الأطعام المختلفة في هذا البرزنتيشن. ساهمت التقنية تسخين الميكرويف للبصرة وتحقيم في تدمير الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض بشكل فعال، وتقليل وقت المعالجة بشكل كبير دون إحداث أضرار جسمية في الجودة الكلية للأغذية السائلة مقارنة بالطرق التقليدية.
واستخدام الميكروويف لتطبيق معالجة الطعام زي السلق والطبخ والخبز له تأثير كتير كبير على الحفاظ على الجودة الغذائية للطعام، وتم النظر بجدية في تقنية الموجات الدقيقة كمصدر طاقة قابل لتطبيق في عملية التسخين. وكانت عملية تطوير بطيئة جدا على مدى قرنين ماضيين، لكن التوقيت مناسب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للناس اللي بتفكر بالتغيير. وغير انه تم تبديد جميع الخرافات وتجاوز العديد من قضايا السلامة، ووفر استخدام الميكرويف طريقة مناسبة جدا لإذابة الأطعمة وطهيها وإعادة تسخينها في الوقت الحاضر. وكمان تم إجراء العديد من الدراسات لتقييم السلامة وكذلك فقدان العناصر الغذائية المحتملة المرتبطة بالطهي في الميكرويف. وبدعم الميكرويف أفضل دليل متاح أنه استخدام الطهي فيه أدى إلى الحصول على أطعمة ذات سلامة وجودة مغذية مماثلة للأطعمة المطبوخة بالطرق التقليدية، بشرط أن يتبع المستخدمون التعليمات المقدمة.